مروا سنتين وشجرة الجانركيا اللي زرعناها هلأ لبلش تعطي. هالشجرة رح تبقى ضاربة جذورها بالأرض لتموت، وأبرا كمان هيك. دائما الموت بياخد يلي منحبهم. أنا قلبي كتير وحيد، كتير وحيد من دونك. الله يخليكي انتبهي، إذا صار لك شيء أمك بتموتني. وخلقة الوحدة بعد ما تصير كني العين بتكون عليها. ما بدي تفهميني غلط، بس أنت ليش هون؟ يعني لساتك مخطوبة؟ لا، نحن هربنا أنا وزياد، قام أخي بعدين عرف ويننا. وهون بس تعملي هيك ما فيكي ترجعي على بيت أهلك قبل ما يعملوا لك عرس. يعني هلا انا ما فيني روح على بيت اهلي، وهون ما عم بقدر اتصرف ككني. يعني انا هلا بين نارين. ايه احكي لي شوي، كيف المكان اللي بتعيشوا فيه؟ كيف بدي اشرح لك؟ مثلا السما مو ساطعه مثل هون، حتى ما فيك تشوفي نجوم. كيف يعني؟ شو هنيك ما في نجوم؟ لا طبعا في نجوم هنيك، بس ما بتبين من كتر الضوء اللي بالمدينة. هذا الدب الأكبر وهذا درب التبان، شايفة شو قريبين؟ وإذا مديتي إيدك بتحسي إنك رح تلمسيهم. يا ريت بقدر، يا ريت بقدر ألمسهم لهالسما لهالنجوم. هالسما ونجوم مثل أحلامي، يلي حاسة حالي عم بقدر شوفها وأنا هون. حاسة إنه طفولتي قريبة مني مثل هالنجوم هدول، وكمان رح ألمسها لأنه هي أول مرة بحس حالي بنت صغيرة. هالأوقات أحسن أوقات عنا. شوف هالهوا ما أحلى. أي والله. تفضل. شكرا. أهلا وسهلا. عثمان بيك، بصراحة لسه بدنا شغلة واحدة. شو هي؟ احكي. الشغلة هي سيلة. لحظة بس. ألو، إيه يا سليم؟ إيه، اطمن، نحن مناح الحمد لله. إيه، بكرة رح نرجع. طمني إن شاء الله، مو كل شي جاهز؟ إيه، تمام، يعطيك العافية. الله معك. خير يا عثمان بيك، قلت إنه بكرة راجعين؟ إيه والله مع الأسف. شو هالحكي، لسه اليوم إجيتوا؟ يعني بالقليل يعدوا لكم أسبوع. والله عندي مناقصة مهمة، وضروري كتير كون هنيك، لأنه رح يجي لعنا ضيوف مهمين من برات البلد. ما اختلفنا، بس الشغل ما بيخلص ابدا، يعني لو كنا عرفانين هيك. يلا الايام جايه. صحيح انت شو كان بدك تطلب مني؟ خلينا نسال سيلا، بلكي بتحب تبقى. لا ما بيصير هيك، نحن اجينا مع بعض ورح نرجع مع بعض. شو صاير؟ عثمان بيك في عنده شغل مهم ولازم يروح بكره. قال في مناقصه كتير مهمه، وحياة الله اذا امك سمعت رح تتعب وتبلش تنق. بدي سيلة. طيب مو على أساس بدنا نبقى كم يوم؟ إيه بس أنا مضطر يا بنتي، وهالمناقصة كتير مهمة. خلاص، يعني إمتى ما بدك فينا نجي، بس نحن مضطرين نسافر بكرة. طيب أنا فيني ضل هون؟ أبدا مستحيل، ما فينك تبقي هون. أنا بعتذر حبيبتي، أنا آسف يا بابا، بس وحياة الله أنا كتير خايف إني أخسرك يا بنتي. طب فكري بأمك، فكري شو رح يصير فيها إذا أنا رجعت لحالي وتركتك هون. لليوم عم تتحكموا فيني طبعاً أنتوا وهدول، ومن دون ما تسألوني عن رأيي، بس من اليوم ورايح أنا رح قرر. بدي أبقى، حابة أتعرف على المرأة اللي جابتني على هالدنيا، وبعتقد إنه من حقي. ماشي، إذا هالشي هاد رح يخليكي تنبسطي خليكي هون. بس حبيبتي أنت بتعرفي هاي أول مرة بتبعدي فيها عني وعن أمك، يعني والله رح نشتاق لك كتير. أنت بتعرفي إنه نحن بنحبك أكتر من الدنيا كلها.
أي وأنا بحبكم كتير، وكمان رح أسألكم كتير كتير. دارين دائماً قاعدة عم تبكي ومتضايقة، كتير عم يجي على بالها تروح لعندكم وتزوركم. والله أنا مو طالع بإيدي شي، ومثل ما بيقول لي الآغا أنا بعمل. لازم نعمل العرس بأقرب وقت، هذا الحل. خطاي لهلأ لسه ما فرحوا. وكمان رح نعمل كل شي بيقوله العرف. تعرفي جودة هو اللي طلب هالشي. إيه لكان بعرف بعرف، وأصلاً نحن جبناها لسيلة مشان هذا الموضوع. لكان بلشوا حضروا وعملوا اللازم حتى يصير في إن عين تطلع بالناس. كيفك؟ أنا اشتقت لك كتير. منيحة، أنت كيفك؟ قوم خلينا نروح، صار لنا من الظهر هون. بدي أفهم ليش هالزمن أسرع منا. يلي بيموت ما بيرجع، وما فيك تدفن حالك معه. لا بلا فيني، أنا كل يوم بندفن معه، بس طبعاً ما حدا بيحس بهالشي غيري. Buralarda hasretim çürümez. Başa gelince figanım duyulmaz. Boranım önümde baharım geçmez. Can peri perişan, eş dost uyansın. İmdadımın vakti elime biri uzansın. Can peri perişan. صحيح أنا رايح، بس أنا عن جد مضطر والشغلة مو بإيدي، عن جد آسف. لا تضايق حالك، ما رح طول. طيب شوفي، أنا خلال يومين بخلص شغل وبعدين بيجي بأخذك. هالزيارة مو محسوبة، ها؟ بدك تزورنا مرة تانية. سيلا بأمانتكم. ولا يهمك، سيلا بنتنا كمان ورح ندير بالنا عليها. خاطرك بنتي، انتبهي على حالك. الله معك بابا، سلم لي على ماما وبوس لي اياها. توصل بالسلامة. الله يسلمك. وين الباقيين؟ كتير مشغولين هلأ وعم بيجهزوا حالهم لأنه بكرة عرس أخي. وأمتى قرروا العرس؟ مبارح. بسرعة؟ هن استعجلوا مشان أنتي تحضري العرس. دينا؟ ليكي ماما، نحن نازلين على السوق ماشي؟ الله معكن. ممكن أخذ دينا؟ يعني حابة نتمشى أنا وياها بالضيعة. طبعا حبيبتي، روحوا بس بعد ما دينا تخلص شغل. بس ما بيصير تروحوا لحالكم، خدوا الأمير معكن. ماما شو؟ الليلة لسيلة ما تطلع بهدول التياب. حسبنا الله ونعم الوكيل. روح من وشي.
سيلا حبيبتي، يعني الجو بارد شوي برا، بسي شي عليكي بس تطلعي. ماشي، رح ألبس أنت ولا يمك. منيح، برافو عليكي بنتي، برافو. يلا أنا جاهزة. امشي لكان، يلا بخاطركم. تعرفي أنا حبيت البيوت اللي هون كتير. عن جد أختي؟ سيلا في شي؟ كأني شايفة هالمادنة قبل بمرة. هاد جامع الضيعة، جوز خالتي المرحوم كان الإمام، في باحة جوا، أكيد لعبتي فيها وأنتي صغيرة. بظن شايفة صورته من قبل. سيلا، هلا في عندكم بحر؟ اي حبيبتي. انا مالي شايفته. خلص انا باخدك. عن جد اختي؟ اي طبعا عن جد. شبك شو ما عم تشوف قدامك؟ طلعتوا قدامي فجأة، ما انتبهت. قلت لي ما انتبهت. اختي خلينا نروح، امشي. انت سيلا مو؟ اي انا سيلا، وانت؟ جودت. اي وشو رأيك تعتذر يا سيد جودت؟ اغا منعتذر، بس تأخرنا كتير. يلا اي بس لسه ما اعتذر مني. خلص اختي امشي. دينا، مين هذا الزلمة؟ هاد الأغا وأخوه لدارين. وكل يلي هون بضيعة إلو، اللي فوق التراب واللي تحته. ما فهمت عليكي، شو فوق التراب؟ يعني كل يلي عايشين هون إلو. هي اللي حبت تبقى، ما حسنت إلا لا، وما حبيت صر عليها. بعدين بلكي هيك أحسن لألا، بيجوز لو إجيت معي كان رح يضل عقلها هنيك. الحق معك، الحق معك، بس أنا من جوا رح موت. يا الله يا ريت لو أنا رحت معكم، على القليلة كنت ارتحت لأني جنبها، وكنت ما حسيت حالي مكتفة مثل هلأ. خلاص حبيبتي اطمني، بعد يومين منروح لعندها. بالأول بحل مسألة هالمناقصة، وبعد يومين منروح أنا وإنتي لهنيك ومنجيبها، وهيك منكون ارتحنا وخلصنا من هالهم الكبير. أنا كتير اشتقت لها، والبيت فاضي من دونها. ماني حاسة برجلي من كتر ما عم يوجعوني. هلا المهم جبتوا كل اللي ناقصكن؟ ايه جبنا كل شي ناقصنا. ماما وجعوني ايدي. طيب قوم. تعا ولا تعا، بتقول لأختها لا تلف رجل على رجل قدام أبوها. نزلي رجلك. وليش بقى؟ عيب تعدي هيك قدام أبوكي. ألو نعم سيرة حبيبتي، طمنيني كيفك؟ منيحة بنتي. أنت شو عم تعملي لحالك هنيك؟ لا تخافي أنا مو لحالي، أنت طمني. تفكيري كله عندك، أنا كتير حابة أكون جنبك لأعرف شو عم تعملي وبشو عم تحبي. وبعدين أنت أحياناً ما عم تقولي لي ماما. أنت متضايقة مني مو هيك؟ عن جد أسفة لأنه تركناكي تعيشي كل هالشغلة. أنت مسامحتيني مو هيك؟ بس انزل على اسطنبول، في كتير حكي بدنا نحكي. طمنيني كيفكم؟ ولا يهمك، تعال كتير منيح. أيمتى جاي بابا؟ رح أجي أنا وياه، بس ما بعرف لسه إيمت، بس أكيد نحن جايين لأنه كتير اشتقنا لك. ماشي بس أنتوا خبروني قبل ما تجوا، وأنا كمان اشتقت لكم. يلا بخاطرك. شو يا بنتي، إمتى بده يجي أبوكي؟ شبكي لا تقولي أبوها، قولي عثمان بيك، هي في عندها أب واحد يعني أنا. بس الأبهات ما بيبيعوا أولادهم بالمصاري، وهداك الزلمة هو اللي رباني. والله لسانة لهالبنت طويل، ها شكلهم مو معلمينها كيف تحترم الأكبر منها، بس أنا رح أعلم. خليل سكوت. ماشي. مرحبا.
تعي تعي. شو هدول؟ هذا هلا اشترينا. اسمه طقم كليوباترا. عن جد كتير غريب. هذا مشهور عنا كتير، كل بنت عروس بتشترط انه يجيبوا لها اياه، مشان هيك جبته. بالعرس بتعرفي عاداتنا اكتر. وشو هدول؟ فستان عرسي. طيب وهاد؟ والله هاد ما بعرف، امك جابت لي اياه، يعني بجوز هي جابت لي اياه احتياط. هذا جبته اليك ولازم تلبسيه، حسيت رح يلبق لك مشان هيك جبت لك اياه. طيب فيني جربه؟ لا لا ما بيصير قبل عرسي. يا الله قديش غريبة هالعادات اللي هون. صح، وهالحيطان هي الشاهد على الشيء اللي عم نعيشه. حبيبتي وانتي كمان لازم تلتزمي بهالعادات، لأنه إذا نحن تخلينا عنها كأنه تخلينا عن حالنا. اسمها سيلا. شوفي هذا الحلق منها.